بس ما اسمح لي انا مع رئاسه ديال المجلس انت ناس تراس انا عطيني المقرر في هو قلنا ناخذ المقرر سنعرف المآل من المقرر وفي حين ان خدمنا هنايا مشروع تكدى تكلفه كبيره ان جبنا ناس بقاو هنايا مده طويله المغرب المركزي جاو مهندسين ثلاث ايام وكيعملوا جوالات في المدينه في الحي وخوضوا صور ومشينا عند الطلبه كنا معاهم فهمتني وقدمنا مشروع الجماعه كانت مشاركه مع الجماعه فين جات الجهد ديالنا كانت كنا ديك الساعه كجمعيه